سلام صحباتي العزاز، كديري لاباس؟ اليوم غنشارك معكم بلوغ لهذا اللي عجبكم حلقه اليوميه تقولوها اليوم. غنشارك معكم، ما تنساوش ديروا لايك ونشارك معكم ان شاء الله هذا رمضان يومياتي. هانتوما البنات، لقيتو غندير دابا هاد ليكرون هادي. اول مره نستعمل هاد الماركه هادي، سمعت عليها مزيان. كما شفتوا فيها 130 اس بي اف، يعني اكبر درجه ديال الاس بي اف، وما نعرف. المهم تنجرب هذا باش يمكن جوج سيمانات هادي، وما عرفتش صراحه لا باقي ما اقتنعتش. يمكن اللون اللي ما عجبنيش، دابا نوريكم اللون ديالها كيفاش داير. جني شويه غامق وما كاينش مفتح منه، يعني كان دايره بحال هكا، كنحس وجهي طفى في شكل ما عرفتش. حيت كاين شي ليكرون ما تيبينوكش بيضه، ولكن تعطوك واحد الاكلا زوين. وهذا ما كنت سمعت عليه صراحه، الهضره مزيان. انا غنوري لكم دابا كيفاش اللون ديالها. ها انتم البنات شفتوا اللون غامق، يعني غامق على اللون ديال وجهي. ملي كنديرها هي ما كتبان بحال دايره شي بيبي كريم، ولكن مغلوق على اللون ديال وجهي. يا دا نديرو غنشوفو واش عندهم لون فاتح، سينو غناخد وحده ديال الاسدين، هي اللي عندي باقاني حتى هي فيها كنستعملها، وعندي حتى هي غامقه، غناخدها بلون فاتح شويه. ولا كنتو كتعرفوا هاد الماركه يقولوها ليا واش كتستعملوها. سمعت عليها قالوا بانها زوينه وروعه. المهم بلاتي يلاه ساليت الصلاه، دابا كنوجد شنو نلبس باش ملي بغي نخرج صافي يكونوا واجدين حوايج. المهم بزاف السروال هذا كيجي بحال هكا، وغنلبس مع هاد التيشيرت هذا ديال القطن، كيجوي قصير مع لبس ما تي زعما مع هذا في الضباط زوين، كيجي زوين هادو. وغنلبس هاد القميجه هادي شويه دافيه، ما كما كتعرفوا دابا سخون الحال، ولكن في العشيه تيكون بارد الحال تيبرد. وغندير هاد الشال ديال الليكرا ولا ديال القطن من الكري، كنت باغا نديرو بالقهوي ولكن كنت ندير الكري حسن. شفتوا جا بحال هاد، عطى واحد الكونتراستي. وهادي هي اللبسه اللي غنلبس دابا، كوموده مريحه الصراحه كنظن، حقاش باقا تيقول واحد راس نقدر نبدل. ان شاء الله البنات لبقيت كندير لكم لي بلوغ، غنحاول نبقى نديرهم، يعني ماشي ضروري نبقى نبان فيهم كاملين. شارك معكم اش كندير في النهار وشنو وصلني معنا. كنتقدا بزاف الصراحه من امازون ومن اونلاين. المهم بديت هادشي من امازون، بديت هاد الفيناغري دي سيدرا، هذا البنات خل تفاح، قلت معانا ما كنقدرش نشربو الصراحه في الصباح هكاك الخل بوحدو، قلت غناخذو في كبسولات. المهم نفتحو نوريه لكم. والبنات اللي عندكم الاسبيرادور الروينطا ما عرفتش كيفاش نقول لكم، مره كنت وريت لكم واحد الفيديو اللي كيكون فيه هاد الفلتر بحال هكا، وهذا بحال هكا انا نفتح نوري لكم. الصراحه انا كيحسابي غير يجيو غير وحده من هادي وحده من هادي، وشوف جاوني جوج، هذا راه هو هذا النيت شفتو صراحه، وثمن جد مناسب. الا كنتو مهتمين ولا اليوم خلي لكم اللينك ديال امازون، لانه هادو بحال اللي قلتو ماشي ديال الماركه الروينطا، بحال اللي قلتو ماشي ديال الروينطا، برو بثمن زوين وبنفسهم، يعني كيجيو مع الروينطا. شريتهم بشي 17 اورو يعني بربعه صراحه، مخيري مش بقى واحد يبقى يبدل بلا ما بقيت تسنى معادي، خصك تغسلي هاد مع الغبره وداكشي ما تبقايش تسناي، وهذا مع المده خصك تبديه حقاش بحال اللي كيخسر. وانا صراحه طلع دي موده قال هادي، وهذا بحال تفتح شويه من هنا، لهذا كنت نبدلهم ونجربهم ديك الساعه نرد عليكم. خا صراحه كيبانوا بحال الفري، ولكن خص اكيد نجربهم ونشوف. بالنسبه للبنات الكبسولات هانتوما كيفاش كيجيو، كنظن لك انه كاتبين خصك تشربي جوج في النهار. والريحه شوف فيهم ريحه الخل نيت، ولكن اكيد هما غيجيو سهل في الشرب الصراحه، احسن من الخل. وهذا ما كان البنات، جيت انا البيت ديالي باش نقاد راسي وداك الشيء، وصبغت الضفاري. شوف شحال هادي ما صبغت الضفاري في راسكم، بقاش كنصبغ بزاف. ودرت هاد اللوين، هذا الغوز بارد، شوف الضفيرات شحال صغار، حتى هما مكنتش كنخليهم هكا صغار، ويدي ما كنقطعهم دابا. وهذا ما كان حبيباتي، كلو زوين انيق خفيف لهاد الوقيته هادي. البنات اللي قلت لكم قبل ما ننسى، هاد ديال الاسدين شوف هذا حتى هو زوين عجبني، غير هو اللون كما قلت لكم خديت هذا الميديوم هذا وجاني شويه مغلوق، نفس ديال اللي وريتكم قبيله. يعني هاد المره ملي نقربوا يسالي ويا بجوج، واخا انا ما كنصبرش حتى يسالي لي حاجه سبحان الله ما عجبتنيش خصني نشريها. المهم هما زوينين بكلشي، ولكن اللي ما عجبنيش لهذا غناخذ هذه شويه رخيصه بعدا على الاخرى. وكاين فيها اللون فاتح، راه كاين البنات في دروني بريمور اي بلاص صراحه، ماركايز ديال راكم عارفين مزيانه. دابا لبست حوايجي ولي درت هذا اللون هذا في الشال، ما درتش الكري ما عرفتش علاش، عجبني صراحه اكثر وصافي هذا ما كان. وكما قلت لكم البنات انا فين غادي نمشي نتصاوب نظاره، نمشي هذو الاخرين تهرسوا صراحه الله البنات، ما بقاش ننصحكم بديك الاوبتيكا كنت قلتها لكم. انا عجبني الاتميه ديالهم وداكشي، برو لهاد الكادر ديالهم زيرو زيرو زيرو، غير ديتو الكادر ديالكم وما يصاوبوا لك الزاج، الكادر ديالهم زيرو. كاع الكادرات كاملين اللي خديت من عندهم كنستعملهم كيترخاو تيخسروا. المهم صراحه ما عجبتنيش هاد الاوبتيكا، ما بقاش نعاود نشري من عندهم. دابا غنمشي صابين نظره نعدي بهم، وغنمشي الاوبتيكا اللي كنت كنمشي لها شحال هذا غاليه، ولكن صراحه النظر ديالها ما عمرهم ترخاو ليا من هنا ولا شي حاجه، كيتطيحوا ليا هادو كيبدلوهم صافي، يعني شي حاجه اللي مزيانه. وهذا ما كان حبيباتي،
دابا غادي نمشي نصاوب النظار ونضرب دويره، وديك الساعه نسجل لكم شويه الا بانت لي شي هنسات ولا شي حاجه في بريمار. غادي نشوف هنايا والكاميرا هنايا حقاش ما مولفاش كنصور التليفون. استغفر الله وسيط دومينوس. او البنات واخيرا جا خويا، ها هو اول مره غنركب معاه، الله يصنع على خير. قول لهم مبروك راه جد البيرمي. حتى الاخر ديال الفيديو نوريكم شنو خديت ليه كادو. ايوا العقوبه ديال البنات، شكون اللي باقي فيكم ما دارش البيرمي؟ يقولها يونسني. ايوا صافي حنا غاديين دابا، غادي معطلين، جا معطل كلي ستونس كلي واجده نستونس كنتسنى فيه باش يجي حتى السبعه ما عندوش كلمه للاسف. غندوخك اخويا. احنا غادي شوف لا يلصقات على ديك البيطه ديما بقات بطلق شوها. جيبها معايا ما كنتش تم فرمانيا فجيبها معايا سندركم فيها. هو مولفت نحط لايين في الكارو هكا تشوف القدام ولفت نشوف فيها ما كتجيني الرانو اوكي ولفت كتشوفني هنا في الكارو الاخر اللي عندي. المهم بنات الحوايج ديال الدراري الصغار ما كاين والو، كاين في هادشي ديال الكيسان وهادشي. هادي الوليدات شوف البنات الديكوراسيون فيها شويه الاوفيرتا هانتوما. شوف شما قداش قد راس خويا، اوبس قد راس خويا. شوف كوستا 5 ولا 5 هاي اللي انت جبتيها السراوي. شوف 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 هانتوما كاين تا اوفيرتا هادو ديال بحال بوبلز. شفتو الوينات هاد زوينين. شوف البنات هنا في هاد البارتي ديال الحوايج ديال البنيات كاين اوفيرتا. شوف هادي ب 3 اورو ما لقيتش قد لايا دانيا. شوفوا شحال زوينه 3 اورو تخيلوا البنات صراحة الثمن ديال المناسب، لكن هي ديال 12 عام شفتوها صراحة زوينه بحال كل دي بورتي ثمن مناسب. المهم كاين ندير لنا اوفيرتا في هادشي. شنو كان؟ وهنا حبيباتي دخلنا الليفتيس صراحه ما عجبتني حتى شي حاجه. المهم كاين الالوان بزاف، حتى حاجه ما عجبتني صراحه الله ما خديت حتى حاجه، حتى حاجه زعما ما ثارت انتباهي من غير واحد الكونخونتو ديال ميكي، ولكن مشيت السروال صافي ما خديتوش. عجبتني صراحه سودا دايره، ولكن السروال نو اللون ما عجبنيش. وهذاك مره اخرى ان شاء الله. هذه المره صراحه ما عجبتني حتى شي حاجه، الالوان بزاف بزاف بزاف. انا ما عرفتش حقاش دخلت بالالوان، كاين شي لوينات زوينين ولكن شفت بزاف ديال الالوان صافي ما عجبنيش الحال صافي ما بقيت خديت لها حتى شي حاجه. مره اخرى ان شاء الله صافي باقي عندي شي حاجه في هذا ماشي مشكل. مره صاحق 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 المحترف، اين السياره؟ اين هي السياره؟ ها لقد وجد السياره. معليش حسنين البنات هاي الالي العقوبة لينا البنات. وهنا بديت كنشرب الماء وكنت غنفكركم بقاو البنات تشربوا الماء بزاف، راه كيساعد بزاف والله. من نهار وليت كنشرب الماء بزاف يعني البشره ديالي تحسنات وكيعاوني بزاف حتى على هذا الريجيم هذا. يعني فاش كيجيني الجوع كنشرب الماء ما كنحسش صافي لا بجوع لا بسخفه بخير. يعني كنت كنهز معايا القرعه وخا ديما انا كنهز معايا الماء، من كنهز معايا هذه كوموضا وكنشرب الماء ديالي في كل وقت جاني الجوع ولا السخفه وبخير والله العظيم. يعني حاولوا البنات تفكروا تشربوا الماء بزاف وحنا غاديين في حالنا. بريمارك خديت البنات هذا الشيء، خديت هاد ليجينز هادو الليلة بغيتهم دابا شريهم لوليداتكم، لأنهم من بعد ملي كيسخن الحال مكتلقاوهمش. المهم هادو يمكن لسري ولات ماشي زعما شورطات وصافي. خديتهم لها هانتوما بالغوز كيجيو بحال هكا، كنايجو شوية كبار بيرونو باسان هدا لحقاش لخديت ليها عاوتاني ديال تاع شهور 12 شهر يجيوها صغار، لهدا لا ميجيو شوية كبار. وكيما كتليكم خديتهم هادو غيت كارفيس وصافي دايرين 6 أورو بتلاتة. وليت خديت الشمعة. شوف البنات الصراحة هاد الشمعة عرفتو كبيرة، هادي صراحة يا إما نحطها في البيت ديال التصوير يا إما غنحطها في السطح وحدة في جوج. المهم عجبتني صراحه ما بغيتش نخل زعما كنت غناخذها، كانت دايره 10 اورو وخديتها انا بخمسه، وكانت حتى في الكحل كل كحل ما عرفتش كانوا دايرين فيها اوفيرتا. يعني صراحه زوينه عجبني الستيل ديالها. وخديت هادو الدانيا شحال هذا صراحه ما خرجتهاش، وهذا كنت ناخذ لها شي حاجه
اما الحوايج ما عجبتني حتى هذه الصراحه، لا قاعده الحديد اللي دخلت فيهم ما عجبني والو، لا الالوان لا والو. وهذا ما كان، هذه خديتها 3.50 €. دابا نوريكم شنو خديت من بريمور. خديت البنات هذا خيل، هذا منه خيل منه تامبو، صراحه ريحته كتحمق وزوين. هو اللي كنت نغسل بها من نهار نغسل ليها شعرها من نهار سلاليها اللي شريتها اول مره، كان جاها كادو صافي وعجبني صراحه الله، وثمن ديالو زوين. ها نتوما ما كانش غالي بزاف، دير 6 €، 6.95 € في بريمور. اي لقيتو حتى الكولونيا ديالو واعره 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 1000 درجه، احسن من هذيك الماركه نسيت اللي كنت خديت لها فاش يلاه تزادت، احسن 1000 درجه والله. والثمن غيكون توا زعما مناسب، ولكن راه ريحه هذيك الكولونيا كتحمق. وخديت لها هذا مشت لها بالشعر، هذه لايا اللي عندها عام ونص، قالوا لي راها مزيان، خديتو 3 €. كنت نجرب ونشوف لحقاش يعني البلاصه اللي كتحط راسها في الكارو بحال اللي كيتشاك لا شويه شعرها ما عندها الزغبه رقيقه. ايوا صافي كنت نبقى ناخذ هذا نجربو ونشوف، واخا نرشولها غير شويه هكا من فوق ديال الشعر وصافي نحاول ما نقيسش ليها الجلده، لان واخا قال لي زعما راه ماشي مشكل ما فيهش السلفاتو فراو ناسين نحاول تنجربو نرد عليكم، باقا صراحه ما جربتوش. وصافي مع مشيت خديت كاتيفا، قلت ناخذها نقدر نديرها دابا ملي يبدا يسخن الحال، وهذا صراحه باش كندير كينشف ليا الشعر دغيا. وهذا ما كان، المهم الثمن ديالها 8.90 €. هذا هو الثمن ديال 8.90 €. صراحه ارخص بلاصه تقدر تلقاو فيها كاتيفا هي بريمور، وهذا ما كان حبيباتي هادشي هو اللي تقديت. البنات ما وريتكمش الماركه ديال نظاظر، هذه هي سولو اوبتيكال، المهم الا خديتو من عندهم هما الثمن ديالهم زوين، وشي مرات يديروا اوفرتات واعرين بحق. الا خديتو من عندهم حاولوا تاخذوا شي كادر يكون ديال شي ماركه معروفه، لان الماركه ديالهم صراحه زيرو زيرو زيرو. كيما قلت لكم انا واحده من عندهم 4 نظاظر ماشي 3، الاولين خسروا هادو اللي هما مشيت صاوبت البارح، هادو عرفتوا تخيلوا كنت كنبدل بنتي الخروق طاحت ليا الزاجه، طاحت ليا هذه تحل هاد الرطول هذا، ما حسيتش انا كيفاش يعني ما عمر حسيت بهم راهم مرخوفين ولا شي حاجه، حتى طاحت ليا الجاجه. يلا صامش عندهم راه صاوبهم ليا وكلشي بالحق، الا بقاو تيخسروا ليا صراحه الله غندير لك لامسيون يعطوني وحدين اخرين، يعني واخا انا ما بقاش عاجباني برما او ناسيه نبقى متابعاهم حتى شي باش خصو يبدلوا الكاليدات. الصراحه قلت لهم يعني الكاليدات خايبه، الزاج عندهم زوين وكلشي، مي الكاليدات ديال الكادرات زيرو. لهذا الا بغيتوا تصاوبوا عندهم وجاكم الثمن زوين، يا اما خذوا كادر ديالكم يا اما شريو شي كادر من عندهم اللي يكون ماركه يعني برادا ولا شي ماركه تكون معروفه، لانه تيكون الكادر ديالهم زوينين. سيرو سيرو شي بلاصه اخرى. البنات انا قيست لها السروال جاوا هما هادوك، قلت لكم اجيو كبار شوف جاوا هما هادوك. قيست لها الروزه هذا هذا جا عندي خويا اقول لهم مبروك شد الفيرمي واخيرا لعبوا بالي مبروك مبروك حشمان قلت لي خصك تكون فخور براسك. يلا الحمد لله دار الفيرمي ديالو الله يسهل عليه في القرايه، دعيو معاه البنات الله يسهل على وليدات كاملين. ايوا جا عندي وجبت ليه الكادو ديالو، لحقاش هذه واحد الحاجه اللي ما كتعاودش، كنتمنى يعجبو يعني كتكون مره في الحياه عندك تبين دير كسن ديالي. يلا اش كتوقع بعدا اش كتوقع؟ توقع بلاتي بلاتي هادي بينا هادي بينا هادي بينا ولا كوسا قلتي ريحة هو كيقول ريحة حنا نشوفو يلا اوراك هكا بلاتي 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 كيف ينتاس الريلو الريلو اورا وير ونا بورسيرا ونا كوريا اشنا استو بريمير ريلوخ كارو قلت ناخذ ليه ساعه هكا اللي تجيه مع كل شيء يعني سبور وفي نفس الوقت كان بيخرج يعني اول يمكن ساعه غادي يشريها ماركه ياك قلت اش عنده ديما هذا الباغمان دي سالي بس كنتي دابا كنسكت لك بوسير باش ما نجربك عجبتك هنشوف يروح لها في يديك قلت له ناخذ ليه هو كان باغي قال لي كان باغي بارفان ولكن قلت بارفان غادي سالي ساعه تقدر تبقى عنده سبونير وخا تقطعي خليها يقول هذا الكادو جابتي اختي باش جديد الفيرمي عرفتي حاطه على عينيا منين قلت لك الصفره الا منين شد الفيرمي راه حاطه على عيني قلت لي وني ناخذها ديال لامارك ديال زيلا البنات خديت لي واحد الموديل اللي هكا يجي مع وراك مع عارف باقي صغير وداك الشيء يكون سبور وفي نفس الوقت يقدر يخرج به يعني مع اللباس ديالو منين يبغي يتقاد اللي عنده شي خرجه بلا بلا ناتي ها انتم البنات هذا هو الموديل اللي خديت ليه كي جاكم ها انتم البنات هذا هو الموديل صراحه غزاله شوف حضرنا الاشهار للاوتو سكول ديالك شتي البنات موديل زوين وعملي نهار على نهار يا صحه والراحه خويا
راكم ولا عيطوا؟ ما عرفت. قلنا شكرا. هنا بغيت نشارك معكم البنات هاد الطارطه اللي وصلتني من عند كاوتار. المهم كما كتشوفوا لومبلاج فاش جات يعني جابتها يعني مزيان، تقدروا تحطوها هكا في شي بيفي وخا يكون باقي ما غاديش تاكلوا حتى مور العشاء مثلا ولا مور الغداء، غتبقى يعني مغطيه وفي نفس الوقت عاطيه واحد الديكور زوين. المهم بالنسبه للطارطه البنات كما كتشوفوا الديكور الله يعطيها الصحه، المذاق ما نعاودش ليكم يعني تبارك الله، طارطه من برا ومن الداخل وحتى المذاق شي حاجه روعه 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 الله يعطيها الصحه. لهذاك علاش لا نوري لكم هذا الشيء، شوفوا الخدمه كيفاش دايره، شوفوا الطارطه من الداخل من الداخل كيفاش دايره، يعني حتى في التقطاع ملي غتقطعوها كور زوين. المهم حبيباتي اللي بغاتي حاجه انا نخلي لكم النمره ديالها والانستغرام ديالها، خدمتها زوينه عندها الكلمه النهار اللي اتفقنا فيه والوقت وجدت لي المسائل. لهذا اللي بغيتوا اي حاجه هضروا معاها ويكون خير ان شاء الله. هي راه كاينه في المرادي يعني كاع البنات ديال اليكانتي تقدروا تهضروا معها، راه كتصاوب كلشي ماشي غير الحلويات. المهم دخلوا الانستغرام ديالها ويلا بسلام عليكم.